عاودي اخوك شحال انت مريض؟ كيما قلت لك شي 20 عام دابا 20 عام اكثر. انا راه ملي تزوجت انا ما عمري ارتحيت بعد ما استقرت في حياتي منها ملي شي 14 عام ولا قل ولا 12 عام هادشي فاش وقع لي. ما الوالد ديالي كالشيح واحد انسانه درويشه طيبه بزاف الصاله والدين ما كت ما تزوجتي كنتي دول 50 سنين؟ لا انا عندي 15 عام لا 14 عام انا فاش تزوج. ولكن واخا تزوج بحال قلتي ديك الزواج غير داز عادي مثلا كله مشاكل يعني يقدر يكون هاد المشاكل مني انا ما كنتش نتعبت ليها وانا اللي طلقت راسي تنقول ليه طلقني تنقول ليه ما طلقنيش ب 18 19 سنه طلقتي طلقت انا نقول لك انا تزوجت كما قلت لك عندي 14 عام وانا ملي تزوجت بيه عندي شي 5 سنين ولا 6 سنين شي 5 سنين تقول معاه في حياه زوجي وما ولدتش ما ولدتش ربما يكون هذا المشكل هذا راه كاين ما يخلينيش نولد ولكن حنا ما متابهينش ليه حيت هذا الشيء عندك من الصغر المرض من الصغر ما انتبهناش ليه حتى الراجل ما عندوش خبره حنا تزوجنا الصغار وعنده ديك الساعه شي 20 عام تزوجت في اكادير هو ما عارف حتى هو باقي صغير يعني تزوجنا زواج عادي ديال الوالدين ولكن واحد لقيته كنقول ليه انا اللي تنقول ليه الا ما طلقتينيش غنمشي نتاح انا الا ما طلقتينيش عطيتيني براسي غنتاح انا ما بدون شعور حتى بيضه ما تعطيها لي عطلق بدون شعور سمحت بحوايجي سمحت بداري بدون شعور جات عاود وشحال من مره كنت كنبكي عنده في الدار وكيوقع لي بحال هكا كرتي تتماخذ وكنت نسحب راسي وقلعه تعصبت كنت صغيره ما عنديش علم ما عندي خبره ما عندي والديه ما كيعرفوا حتى حاجه يعني صافي تنسحب وقلعه هادشي راه اي واحد راه هكاك راه تيبكي راه تيبقى كرشو تلعب راه من بعد يعني ملي وليت نسمع هادشي مؤخرا وهادشي ديال رقيت لا تعاطيت للشعواده بعدا اول حاجه زدتي الطين بلا ما تتعرفش انا صريحه اللي ابعد الحدود يعني لو ان الانسان عرف ما غاديش يمشي للحرام دابا ما عرفتش دابا انا ماشي ما عرفتش ملي تنشوف عندي العكوسات في الجوج وانا باغا الزواج وتنقول يا رب رزقني بزوج صالح اللي خافوك يا الله يا ربي رزقني الدريه صالحه يا ربي فهمتي بعدني من هذا الشيء كامل بعدني يا الله دائما تجرع الحاجه الفاضله وشنو كيدير لي كيجيب لي شي حد اللي كنتعرف عليه وكنعشقه وكنولي نبغي هذاك الانسان نقلب عليه ونصوري عليه هو كيصد وكنبقى انا متعذبه وما تندير لي حتى شي حاجه حتى كيكون يهضر معايا وكان طيب ونتزوج بك وهذا كنت عيش معاه بان راه يكون راجل توهم يا مسكينه بغات عيط عليا نصوري عليه عيط عليه كيقلب عليا بدون سبب هي بغات تعاود خليني نصوري هو راه يعرف بحال شي شخص الحاله ديالي وفي الاخر ما هو شي حد مثلا يعشقني ويعيط عليا وكي داير انا راه لاباس فيه يسول فيا ولو غير كاف في الشارع عام تقهوى ما نحملش نهضر معاه ما نحملش صوته قلت اما ما يجي مني اما انا نتبع شي واحد نبقى نعيط عليه باغي غير يجاوبني وكنت عصب في الدار علاش ما يجاوبنيش علاش بدون سبب يصد عليا انت عايشه معذبه عايشه معذبه في الفتره هذه كامله وفي الاخر كنلقى راسي ناعسه في فراشي بوحدي لدرجه وليت تنبغي نسد عليا في الدار التحتانيه كنسد عليا بوحدي في الدار نسد عليا بوحدي كنبغي نجلس بوحدي مش نبغي نجلس مع حتى شي قليل الا جلست مع العائله ولا شي حاجه ولكن نرتاح ديالي نفسي جالسه بوحدي بحال هاد البيت سادة علي ونتفرج في التليفون ولا في التلفاز في البيت هذا هو فيك القرا في العزله بوحدها مؤخرا تعرفت على واحد السيده قالت لي ورا عاودت لها قصه ديال واحد السيد كنبغي يتزوج بيا وكنت عاد عذره معاه حتى ما كيدير لي شي حاجه شي حاجه كيصد عليا وانا عاودت لها المشكل قالت لي عرفتي شنو غادي ديري ربما يكون عندك السحر ولا شي حاجه يلاه تمشي عند واحد السيده من تما صافي تعاطيت بقيت نمشي نزور السادات تذبحي سيري هادشي ماشي ما درتوش فتره كثيره درتو مده شي شهر ولا شهرين مشيت زرت مشيت لهادي بن عيسى ديال المكناس مشيت ذبحت مشيت تنقول زعما بني حسنه بانني انا مشيت على هذه حاجه حاد دابا زعما كنا ربما انا عن برا انت كتقلبي على العيله انا هما تيوهموك تقول لك الا ذبحتي راه عندك ميمون راه عندك حمو الا ذبحتي ليه وعطيتي شغل وعطيتي كذا وكذا وقوام وشري وشري وكنبقى تابعه كنشري ونعطي راه غادي يحل لك البيبان راه بعاد عليك راه حيد عليك ما يبقاش واقف في طريقك باش انك تزوجي باش انك تولدي ويكون عندك استقرار حتى حاجه ما كاينه من داكشي عيس بداك الشيء
وشوافات، كل وحده يقول لك راه عندك السحر، وحده تقول لك عندك ملك، وحده تقول لك عندك هذا عندك هذا عندك هذا، هما تيسموه ملك داك العاص تيسموه هما ملك، تيقول لك تيوقف لك الطريق. صافي عييت، وواحد النهار كنت كنهضر مع واحد السيده هي تقول لي عرفتي شنو راه يمكن انت، قالت لي انا ما عندكش وقل هذاك الشيء، مع كنهضر معها كنهضر معها بزاف، نقول لها يا ربي تسمع مني، وانا ما بغيت حاجه، بغيت حاجه حلال، باغا داري وباغا علاش هذا الشيء، وخسرت فلوسي وخسرت هذا ما كاين والو. قلت لي وربما يكون عندك لمس. صافي وصيفطت لي واحد الفيديو ديال واحد الشيخ ما عرف دوله خارجيه، تصنت لي عرض اللي اللي عطى ديال كيفاش شنو كيكون عندك شنو كاين شنو 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 شنو، لقيت داك الشيء اللي قال عرض عندي نيت. صافي دخلت اليوتيوب كنقلب على شي واحد عندنا في المغرب ترى هنايا زعما داك الشيء. صافي نجي عندك مرحبا بك ربي يخليك. شحال باش كنتي تقريبا؟ يمكن شي دابا شي ماشي بزاف دابا، شنو هو شي شهر هكا دابا، هو شنو هو دابا بحال قلتي يمكن شهر بحال اليوم لغد لي كنقول شنو درت، يعني بدون فقد الشعور فقد الوعي فقد كلشي كنقول شنو درت وداكشي. لغد لي كنمشي نتغدى ونصلي وكنتخشع، حيت انا بيني وبين نفسي عندي واحد الحب الله كبير لا يوصف. يعني كتمشي تكمي كتمشي تشربي وشويه كنداخل ديالك ما راضياش ما راضيني ولكن ما مبلياش شويه كان شويه حتى انا نقدر نبقى عام عامين ما نقيس والو مثلا، عاوتاني ونجر لداكشي باش انك ترتاحي، باش انني كنرتاح بانني صافي نقدر نبقى ونضحكوا بنات دراري هذاكشي صافي كتنسى زعما صافي بحال اصلا المشاكل ما مبلياش دابا. واخا لا 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 هي الحاجه في وجهها بين انسان ما مبلياش، لكن عندنا في الرقيه هو نطق بكل شيء عدو الله. ملي داكشي اش كنسولها انا حيت حيت الحمد لله يعني انسانه طيبه، انسانه ماشي ديال باش انها تتبع الحرام ولا شي حاجه، ممكن تقول لك انا الداخل ديالي ما باغيش ليا الحرام. لا لا وليدي الداخل ديالي ما باغيش ليا الحرام، وكتلقاي راسك انت في الحرام. انا كنلقى راسي كيجر هذاك الشيء اللي عندها انت، فراه ما يمكنش اختي شي انسان اللي هو خلق الله عز وجل بفطره ديال الاسلام يمشي الحرام، ما يمكنش فراه ما يمكنش. ولكن المرض الروحي المس السحر اللي عندك هو اللي تيجرها. الله يعطيك الخير، يعني كتلقاها هي هي مرتاحه وكتلقى راسها راه في الحرام، وكتجي فكره في عقلها وهي ما راضياش بداتها انني خاصني نشرب وخاصني نكمي وخاصني نمشي وندير ونفعل ونترك باش نرتاح. اختي تبع الرقا نرضى عليك تبع عندك ان شاء الله. انا كي عندي لا اسمعي المهمتي انا تشاد واحد اسمعي الحاجه، انا كي عندي كي عند واحد اخر. لا عندك بحال بحال غتمشي عند راقي مشيت للشعواده. لا عندك مشيت عند الفقهاء غادي تتبع معاك بعدين بعدين حاولي حاولي الله يرضي على اختي نوره. لا راه حاول بعدي من الحرام اي حاجه كتجر الحرام نحاول نتغلب، لان الشيطان عدو الله باش يتقوى في الجسد خاصو يديك الحرام. قالك لي بون سونسيبل انا جا عندي بنات اللي كي لي 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 ضاربين يديهم، بنات اللي ما واش مات، بنات اللي كيديروا شي حوايج لا يعلمها الا الله عز وجل، فضل الله سبحانه وتعالى وجاب الله التيسير وجاب الله الشفاء، ولا يمكن حتى شي حاجه ديال الاسباب اختي. هذاك الشيء اللي كاين ملي تنجلس في الدار تندير الرقيه في ودني وداك الشيء، وكنتاثر بحال هكاك، ولكن زعما ما كنظن ما عرفتش زعما يجي واحد النهار اللي تحيد من الكرسي هذا الشيء، لأن كل شيء بأمر الله، والله سبحانه وتعالى ما ابتلاك إلا باش تقربي ليه. أنت ما بغيتش تجي عندي وأنا ما بغيتش نريحنا، ولكن الله عز وجل مقدرني أنا باش نريحنا، وقدر الله أنت باش تجي عندي. هذاك الشيء اللي كاين، ما كاينش شي واحد كيدير شي حاجة بغاها هو، لأن كل ما في بالك فالله خلاف ذلك. ما كاينش شي واحد شي حاجة كيديرها بغاها هو الشخص بيده، لا الله عطانا أحلام. اي واحد عنده حلم ديالو انه يدير واحد حاجه زوينه في الحياه، الله عطانا احلام وقالنا وظفوا دوك الاحلام ديالكم في طاعه الله، في طاعته، يعني خاص الانسان يوظف الحلم ديالو في طاعه الله سبحانه وتعالى. الله ابتلاك غير باش تقربي لي، الله ابتلاك باش تكثري من الصلاه، الله ابتلاك باش تكثري من الدعاء، الله ابتلاك باش تواصلي مع الله عز وجل مباشره، وما تقنطيش وما تيأسيش. هذاك الشيء اللي كاين، وما تقوليش انا كبرت ما نتزوجش، ما تقولش انا كبرت فاتني الكار ولا فاتني التران، هذه الافكار السلبيه، لان الفكره في المرض مرض.
راه باقا صغيره هي راه كبار منها وتزوجوا وانت راك باقا صغير.